امشي. شيخ الله يرحمه يرحمكم اليوم. قال له خالي شو شوفك صفنت. قال له خالي ترى السامعة مو كلها صدق. بالحقيقة أنا أشهد الله سبحانه وتعالى عليه أنه شخصية مثل المرحوم شيخ صبيح القرمشي شخصية لها تأثير. قد يكون اليوم الصورة ما واضحة، يعني احنا وانتم مراقبين للحدث وتو توفى الشيخ الله يرحمه، لكن الخطوات اللي قام بها الشيخ صبيح كل ابناء قبيلة وعشيرة القرامشي يجب ان نسجل بهذا التاريخ. اولا استطاع شيخ صبيح القرمشي ان يكسر كل القيود الاجتماعية وان يثبت مدى الرجولة والاصالة عنده لما يصل لكل الاطراف. والشجاع ترى مو بس بالتبدأ، الشجاع بالمضيف وبالديوان، الشجاع بالحكاية، الشجاع اللي يوصل بموقف اكو ناس ما تقدر توصل به. وانا بيني ما بين الله اشهد ما بالله هذا الموقف شفته من المرحوم. شفته انه انسان اي قضية يجون بيها من اي طرف، قضية بيها قضاء حاجة ناس، بيها اصلاح ذات بين، بيها ايقاف دم، ايقاف قتال، اول واحد يوقف ويسعد هذا المكان. دليل على انه هذا الانسان صالح وخير، دليل على انه هو هذا الاب. الشيخ اليوم هو اب للناس، هو الابن الرحيم، هو اللي يدور مصلحتهم، يدور الخير بهم. وحقيقة انا افتخر في يوم من الايام مشيت لجناب الشيخ المرحوم، واحنا كابناء مدرسين شهيد الصدور، اخوتكم الموجودين ابناء الخط الصدري بالبصرة، الى مواقف مشرفة ما ننساها ابدا. واحنا اخوانكم ويشهد الله ورسوله، لما نزور العشائر نزورهم بعنوان، ولما نزور القرامشة نزورهم بعنوان ثاني. الله يحفظك ويعزك، الله يسلمك. بالحقيقة يعني اليوم احنا نفتخر كلجنة تحشيدية في غاية الفخر ان يكون جناب الشيخ علي بن شيخ صبيح ويانا باللجنة. وهذا الاختيار ما اجى اعتباطا ابدا، يشهد الله. اولا شيخ علي من عائلة معروفة ومن اسم وعلم. ثانيا الله يحفظك ويعزك. ثانيا بيني ما بين الله سبحانه وتعالى، يعني مواقف الوطنية الوالدة وإله مواقف مشرفة، فما ممكن انسان يتحداها. بالحقيقة المشروع الإصلاحي عليه هواي كلام بالإعلام، وعليه كلام داخل أبناء محافظاتنا، والصورة غير متضحة عندهم. يا بالإصلاح اشتردون منا، شو أنتم مشاركين بالحكومة؟